مشاهدينا بنصب عليكم من جديد، وصلنا لأولى فقراتنا لهذا الصباح، وطبعا فقرة عيلتنا اللي بتهم كل أسرة وكل بيت. ورح نتحدث اليوم أكيد عن الأطفال حبايبنا. اليوم رح نتحدث تحديدا عن النمو الانفعالي عند الأطفال، كيف بنقدر إنه نكتشف هذا النمو الانفعالي، وبداية رح نعرف شو هو النمو الانفعالي وشو ممكن يفيد الطفل، وكيف بنقدر نساعده حتى ينمو بشكل سليم من حيث النمو الانفعالي. كل هذه التفاصيل رح تكون من خلال الأستاذة نريمان محمد عريقات، وهي أخصائية تربوية ومتخصصة في مجال الطفولة. صباح الخير. صباح الورد. الله يسعد صباحكم وصباح المشاهدين جميعا. يسعد صباحك. صباحك سعيد. تسلم. الله يسعدك. بداية يعني لما نقول النمو الانفعالي عند الأطفال، بحب نعرفه ونلقي الضوء عليه، إيش هو بالضبط وكيف تعريفه من وجهة نظركم النمو الانفعالي عند الأطفال؟ الله يسعد صباحكم جميعا. صباحك سعيد. وبشكركم للاستضافة. أهلا وسهلا. النمو الانفعالي عند الأطفال هو النمو اللي بيهتم بتطور الانفعالات عند الأطفال منذ ولادتهم لحتى مراحل متقدمة من العمر، وهو أحد العلوم اللي بتندرج، يعني العنوان الكبير اللي بندرج تحت اللي بندرج منه النمو الانفعالي هو علم نفس النمو. بيجي جنب النمو الانفعالي النمو الاجتماعي، النمو الجسدي، النمو العقلي، فلذلك احنا بنهتم فيه بذات الأهمية اللي بنهتم فيها بالنمو الجسدي للطفل والنمو العقلي. يعني هي انفعالات الطفل وكيف بتتشكل؟ هي انفعالات الطفل كيف بتتشكل بكل عمر، ايش الانفعالات اللي بتكون مسيطرة على الطفل أكثر، متى بنتقبل غضب الطفل، كيف لازم نتعامل معاه بكل مرحلة. طب أستاذة نريمان، يعني عرفنا نوعا ما تعريف بسيط عن النمو الانفعالي، لكن وين تكمن أهميته؟ يعني أهمية أن الشخص أو الطفل ينمو نمو انفعالي سليم في المجتمع، لأنه كمان شوي يمكن رح نعرف مراحله، رح نعرف كيف بنقدر أنه نساعده أنه ينمو، لكن أهميته وين تكمن؟ أشكرك على هذا السؤال كثير مهم. هلأ إحنا هنا كموضوع بنحكي عنه بشكل منفصل، لكن لو أجينا ندرسه أو نبحث عنه بنلاقيه دائما مدموج مع النمو الاجتماعي، وسبق حكينا بهذا البرنامج عن النمو الاجتماعي، بنلاقيه متصل مع النمو العاطفي، لانه دائما بحياه الطفل تحديدا لانه هو لسه عم بيتعلم، شخصيته عم تتكون، فما بنقدر نفصل كل شيء. فاهميته بتكمن انه هو لما يتعلم كل علم، كل سلوك اجتماعي، كل سلوك جسدي عقلي، بأثر على انفعالاته، وبالمقابل العكس صحيح، لما انا ما براعي انفعالات الطفل فهذا بيأثر على تعلمه لمهارات أخرى في مجالات النمو الأخرى. بعطي مثال بسيط على هذا الإشي، ممكن الطفل يكون ما بده يدرس، فالأم بتحكي ابني مو راضي يدرس عنيد، فهنا ما بتأخذ لاعتبار الانفعالات الطفل ومشاعره، بالعكس ممكن الطفل يكون مثلا متضايق من موضوع معين في الدراسة صار معاه بالمدرسة أو بالبيت، محبط ما بده يزعل أهله لأنه هو ما بده يجيب علامة مش كويسة، فالأهل بدل ما يشوفوا الجانب الانفعالي عند الطفل بصيروا يقولوا عنه عنيد وبصيروا يتعاملوا معاه بسلبية. بناء على هذا الأساس يعني فبنعكس على سلوك الأهل تجاه الطفل، فبدل ما يعاملوا بمراعاة مشاعره بصيروا يعاملوه زي كأنه عامل إشي خطأ. يعني هي يمكن الأخطاء الشائعة عند الأهل بالتعامل مع الأطفال. النمو الانفعالي إمتى بتبلش انفعالات الطفل تظهر؟ ويمكن حتى احنا كنا بنلاحظ انه دائما مثلا بنعرف انه بس يجي الطفل بس ينولد حتى دكتور بضربه لحتى يبكي لحتى يعمل رد فعل، تشوفي عنده اي يعني اي رد فعل، لكن امتى بيكون ردود الفعل طبيعيه؟ وخلينا نقول مثلا بالمراحل العمريه كيف مقبوله انفعالات الطفل؟ هلا احنا ما بدنا نفصلها كثير، نقول من السنه الفلانيه للسنه الفلانيه، بس بشكل عام النمو الانفعالي بنقسم لمرحلتين رئيسيات اللي هي قبل سنتين وبعد سنتين. اذا منذ ولاده الطفل احنا بنراعي النمو الانفعالي عند الطفل. قبل سنتين بيكون النمو الانفعالي عند الطفل يا اما مضغوط كثير يا اما بعيط، يعني احنا دائما بنسميها التطرف يا اما بالحزن او بالسعاده بالفرح، وغالبا بيبدا بالبكاء. عشان هيك في اشياء احنا تعلمناها عن النمو الانفعالي بس اجت عن طريق العادات والتقاليد بالفطره يمكن، زي لما يقولوا هذا بكاء لا الطفل ممغوص، هذا بكاء جوع، هذا بكاء منكد بده ينام، هذا فعليا يندرج تحت النمو الانفعالي. انه احنا نميز كل بكاء عند الطفل، ليش؟ لانه احنا ما رح نقدر نتعامل مع الطفل بهذا العمر الا من خلال بكائه لانه ما بحكي. بعد هيك بصير الطفل من خلال الايماءات، هي بس حركة وجهه ببلش يبتسم أكثر، بصير عنا مع البكاء في عنا ابتسامات وأمور تانية. بعد السنتين
ببلش عندنا المرحلة الرئيسية الثانية بالنمو الانفعالي، اللي هي بصير الطفل يبدأ يتحرك يحكي، بيبدأ يعبر عن انفعالاته، بيبدأ يميز انفعالات اللي حوله. طب يعني أستاذنا الريمان، موضوع الانفعالات كيف بنقدر نعرف إنه في مشكلة؟ يعني إحنا زي ما تفضلتي قد إيه مهم إنه النمو الانفعالي ينمو هذا الطفل بانفعالاته بطريقة سليمة، لأنه يمكن بتساعده بالتواصل مع المجتمع بشكل أكبر، بالتواصل مع ذاته، بالتعبير عن نفسه، يعني تفاصيل كثيرة لها دخل بالانفعالات. حتى إحنا الكبار يعني مرات إذا ما بتنفعلي تجاه الشيء بصير عندك كبت داخلي. فكيف الأهل ممكن يعرفوا إنه الطفل ما عم بينمو بطريقة سليمة من ناحية النمو الانفعالي؟ هلا هون بنحكي انت ما بتقدر تلوم الطفل اذا انت ما قدمت له الخبرة الكافية، فعشان هيك بنحكي جزء كبير من النمو الانفعالي بيعتمد على تعامل الاهل مع الطفل وخبرتهم حول هذا النمو. فرضا انا لما اعلم الطفل عبارات النمو واعلمه من المشاعر، المشاعر لازم يبدا ان يتعلمها الطفل من عمر 3 سنوات وفوق كتعبير، طالما بدأ يحكي فلازم يتعلمها وعبر عنها. فهنا الأهل بعلموا الطفل التعبير، فبالمقابل أنا كأهل بقدر أعرف إيش مشاعر الطفل وكيف أتعامل معها. على سبيل المثال في كيف يعني أهمية، بنحكي مثال كيف تأثير خبرة الأهل على النمو الانفعالي عند الأطفال والتعبير عنهم. فرضا أم بتقول لابنها مبسوط ولا لا، هلا مبسوط او لا هذه عباره صحيحه لو احنا نظرنا الها، بس الاصح عشان اعبر الطفل انواع المشاعر وكيف اعبر عنها اقول له مبسوط او زعلان، يعني اعطي اللفظ والضد. لما يجي من المدرسه ما اقول له ايش اكثر شيء ابسطك، لانه هو بده يتذكر كل اللي صار معه بالمدرسه بيوم واحد، وايش اللي ابسطك يعني هيك احنا بنضيعه، يعني احنا بنروح من الدوام ايش اكثر شيء ابسطك يعني بنحتار. فلا لازم نحدد السؤال عند الطفل، هيك بنشجعه انه يعبر عن المشاعر وانفعالاته. هذا التشجيع احنا ليش بنعمله؟ لانه الطفل لسه هلا هو في مرحله تعلم، يعني هو الطفل مش انه يعني بيعبر او بيزعل او بيضحك، يعني هو متعلم النمو الانفعالي ومتعلم المشاعر كتعبير عن المشاعر، لا هو لسه ما زال في مرحله التعلم عن التعبير عن المشاعر بالفطره. يعني يمكن احيانا ما بنعطي اهميه، في كثير امور الطفل بمرق فيها بمراحل معينه بعمره ما بننتبه لها احنا كاهل، او ما بنتعامل معها التعامل الصح. يعني لما بنقول انه احنا نعلمه مثلا على الالفاظ عشان ننمي عنده النمو الانفعالي، يمكن حتى المصطلح جديد علينا، النمو الانفعالي حتى وبالنسبه للاهل هو مصطلح جديد. كيف ممكن نتعامل مع انفعالات الطفل؟ كيف ممكن نسيطر عليها؟ خصوصا انه يمكن من اهم الاشياء اللي بيواجهوها الاطفال انه بتعلم من هو صغير على البكاء، قلنا يعني هو يا بيبكي يا بيضحك. هلا لما بيبكي وبيكون بده شيء واحنا ما بنعطيه، فبالتالي بضل يبكي، بعدين الاهل مرات بزهقوا فبروحوا بيعطوا اياه. هل احنا هيك نمينا عنده الانفعالات مثلا السلبيه؟ وكيفيه التعامل معها؟ هل هو الاصح انه نعند او الاصح انه احنا ما نوصل لمرحله البكاء؟ سؤال كثير رائع وصراحه بده حلقه ساعه. صح. مش ربع ساعه. صح. هلا بدايه اسمحي لي استغل سؤالك الرائع، انه في جهل عند بعض الأهالي، مش لأنه الأهالي مش متميزين أو لأنهم ما بتطلعوا، لأنه إحنا للأسف في ثقافة عنا إنه مرحلة الطفولة يلا مش مشكلة بكبار، هنا كنا تربينا وما شاء الله علينا. فهذا نداء مباشر وغير مباشر لكل المسؤولين، بتمنى إنه ياخذوا اهتمام أكبر، ياخذوا مرحلة الطفولة الاعتبار أكثر. بالنسبة لسؤال حضرتك اسمحي لي أجاوبك بمثال بسيط. الولد هو صغير بمرحلة سنتين لما يبلش يحكي، احنا بنسميها يبرطم بالعامية، بسمع الكلمة سيئة العفو منكم بعيدها. صحيح. احنا شو بنصير نعمل؟ نضحك. صح. حتى بكيفه عليه، سوري يعني بالكلمة. نعم. لو كانت للأم للأب على السيد يا شو شوفوا شو عمل، هذا أنا بسميه شخصيا انفصام التربوي. بعد سنة بعيد الولد اللي بهدله وضرب ولا احرمك ولا اعاقبك، حط لك في الفرد امك بالضبط. فالطفل هون يعني انه حدد وانا ايش اعمل، شو بدكم اياه مني لاعمله. فهلا الطفل هو من وين بكسب انفعالاته؟ من وين بتعلم المشاعر؟ من وين بتعلم السلوك؟ من اللي حواليه. فانا كيف بدي اعلم الطفل التعبير وكيف بدي اعلمه الانفعالات؟ من خلال رده فعلي. هلا هذا تربويا وعلميا بسموه التنظيم الذاتي،
ايش يعني التنظيم الذاتي؟ اني انا لما اكبر، يعني هذا بعد 4 سنين وفوق، اني انا كطفل اعرف اطلع المشاعر المناسبه وردة الفعل المناسبه حسب سلوك المتوقع عندي في المجتمع اللي حولي. صح. فهذا الاساس ممكن الطفل يعمل سلوك عادي في بيته، في عائله اخرى يعتبر غير عادي. هلا في حال الطفل بكى احنا كيف ننظم الامر؟ هنا لازم الاهل يعني يطلعوا اكثر على النمو الانفعالي، يقراوا عنه اكثر. ما عندي مانع اجيب على اي رساله يعني في صفحه على الفيسبوك، ما عندي اي مشكله عن النمو الانفعالي. الطفل اذا بكى فرضا في عمر السنتين، احنا بنقولها بالعاميه يساير الطفل، لانه الطفل لسه هو عم بيتعلم. والنمو الانفعالي تحديدا بتميز انه الطفل يتمحور حول ذاته، يعني هو بده هذه اللعبه اللي بايد اخوه او بايد صاحبه، هو ما بفكر باي شيء ثاني. واحنا بدورنا ككبار وكمعلمين ما بصير نتهم الطفل بالانانيه او نصير نقول له لا عيب انت اناني. صح. لا هذا خطا. لازم احنا نراعي انه الطفل بالضبط، لازم نراعي انه الطفل هو هيك تفكيره، هو بتفكيره متمحور حول ذاته. فعشان هيك لازم نفهمه، يعني نجلس مع الطفل، بدك هاي اللعبه، خد شهيق زفير اهدى حبيبي، ما راح اقدر افهم عليك وانت بتحكي. لما يهدى بنعلمه ايش السلوك الصح. اذا احنا هنا ما عاقبناه، احنا علمناه، لانه هو فعليا هلا بمرحله تعليم، حتى ب4 سنوات نفس الشيء. اذا كل سلوك، كل انفعال مرتبط بالعمر المناسب له. طب استاذه نريمان، يعني الاشخاص اللي عندهم اكثر من ولد او بنت بلاقوا فرق، واكيد في فرق زي ما بقولوا بالعاميه البطن بستان، يعني كل ولد بيطلع شخصيته مختلفه. صحيح. عن الاخر. هلا في اطفال اذا عندها يعني الام اطفال من الاول وهادين وطلعوا طبيعيين وانفعالاتهم على القد، تستغرب لما يجي طفل عنده انفعالات ممكن تكون اوفر اذا بدي اسميها، او يعني مبالغ فيها. مثلا في اطفال بيخبطوا راسهم بالحيط، بيخبطوا راسهم، يعني بيعملوا انفعالات مبالغ فيها بهاي التفاصيل. اولا شو السبب؟ اذا هيك ناخذ بانه بعرف انه الموضوع كبير. ثانيا كيف بيقدروا يتعاملوا مع هاي التصرفات؟ لانه ممكن كمان الطفل يصير عنده رده فعل وكبت لهي المشاعر اللي ممكن بدها بحاجه لتفريغ. ممتاز، بأنه حضرتكم سألتوني سؤال مباشر فلازم أجاوب جواب مباشر، وهو الأهل. غير ما نلف ندور. ننظموا انفعالاتهم وعصبيتهم، وهم الله يكون بعونهم، يعني مش إشي سهل ولا طبعًا. متفرغين 24 ساعة. بيروحوا مرات استرس، بس لكن يعني زي ما قلتي كثير مهم إنه الاهتمام بالطفل. هي مش مجرد، هم مش إنهم يعني بيكونوا معصبين لأنهم مش مهتمين أو لأنه من ضغوط الحياة وضغوط المهام اللي لسه عليهم، وتدريس والست البيت بدها تعمل 1000 شغلة غير التدريس. فهنا بدنا نلاقي حل انه كل ام وكل اب يراعوا الموضوع الانفعالات، كيف يعبروا عن انفعالاتهم، وكيف هم يتعاملوا كازواج مع بعض في هذا الموضوع او غيره، عشان ما ياثر على اطفالهم بشكل غير مباشر. لأن الطفل بيتعلم القيم، الانفعالات، كل شيء بيتعلمه الطفل حسب ايش اللي بشوفه حوله. فاذا احنا اللي حكيناه للطفل بشوفه فهيك لقط السلوك بسرعه. نعم. اذا احنا حكينا له شيء وشاف شيء ثاني، ممكن يعني بنسبه 90% الطفل ما يطبقه. حتى لو الاب فرضا كان يعصب على التليفون، او كان يعصب لحدا اجى بالبيت وعصب عليه وراح، مش ضروري انه العصبيه مثلا تكون مع الام، برضه الطفل بيتعلم. انا بس مداخله، يعني لما قلت عن باقي الاطفال، لانه في اهالي بيقول لك طب انا عندي هاي كل الاولاد وتصرفت قدامهم نفس الشيء بس ما صار، بس يمكن حساسيه كل طفل مختلفه عن الاخرى، واستقبال كل طفل مختلف عن الاخر. يمكن صح؟ كمان في نقطه مهمه، ما بعرف اذا بتشاركيني راي نريمان. احيانا يمكن الطفل الاول دائما بيكون حقل تجارب، انه الاهل ما بيكونوا لسه مستوعبين فكرة التربية، ولا بكونوا مستوعبين كيف ممكن يتعاملوا مع هذا الطفل. يمكن بعد شوي مع الطفل الثاني والثالث ببلش عندهم خبرة أكثر، ببلشوا يراعوا أكثر، ببلشوا يتعودوا على وجود حتى طفل بالبيت. وجود طفل كمان أكبر بيساعد الطفل الأصغر. بعرفش قديش مدى صحة هذا الموضوع. مزبوط، وهذا الكلام صحيح 100%. أو ممكن يكون العكس، إنه الأهل بيكونوا كتير مهتمين بالطفل الأول وبيقروا بيجهزوا حالهم،
بعدين بصير عندهم بالضبط او ما يعني ما بطوروا حالهم اذا لقوا اي مشكله، فبصير عندهم رده فعل عكسيه فخلص بنسوا موضوع التربيه. هلا موضوع الفروق الفرديه بين الابناء او المشاعر، عشان هيك احنا بنحكي انه ركزوا على مرحله الطفوله المبكره من الاول، عشان الطفل لما بعمر 6 سنين 7 سنين بصير عنده تنظيم الذاتي للانفعالات، بيكتمل عنده النمو الانفعالي بشكل مستقر، فما بصير انا عندي مشاكل مع الكبير والاوسط والصغير، بصير يعني بصير عندي بس اهتمام بالصغير كيف انا اهيئهم مستقبلا ليكبروا. طب استاذه ريمان، هل في مشكله ممكن تكون عند بعض الاطفال بالنمو الانفعالي؟ يعني وين تطرأ المشكلة لما بيصير النمو الانفعالي بطريقة غير سليمة؟ إيش بيصير؟ هلا احنا لازم زي اللي بننصحه لأي سلوك، لازم احنا نعرف وين السلوك الرينج الطبيعي، إيش الأقل إشي وإيش أعلى إشي. فرضا زي الحركة، هلا الحركة عند الأطفال ممكن تكون أمر طبيعي، بس إذا زادت عن حدها ممكن تكون دليل مرض هايبر. نفس الإشي الانفعال، البكاء أو الحزن، الفرح، لازم ننتبه عندها، نراقب أبنائنا متى بتكون ضمن الرينج المعقول ومتى بتكون زيادة. نعم، يمكن أكثر شيء أنا بالنهاية يعني يمكن الموضوع زي ما ذكرتي هو موضوع كتير كبير وموضوع مهم. أهم شيء بالانفعالات عند الأطفال هلأ أنه يفرح أو حتى يفرح زيادة، هاي ما فيها مشكلة، لكن المشكلة لما بيكون سلوكه الانفعالي أو مشاعره بتكون بالغضب، بحالات الغضب، بعرفش يسيطر على غضبه، وهون يمكن المشكلة الحقيقية عند الأطفال. لو مثلا كبر الطفل أو وصل مرحلة المراهقة وهو عنده يعني خلينا نقول يعني سلوكه بهاي الناحية سيء، أو ناحية غضبه بعرفش يتعامل، بقدرش يكتم غضبه، خصوصا كمان فترة المراهقة يمكن بتزيد أكثر. كيف ممكن الأهل يعني صارت المشكلة أو حصل عنده هاي ما اهتمينا من البداية بتنمية مشاعره، بكيفية توجيهها التوجيه الصح، كيف ممكن يتعاملوا معها؟ هلا فترة المراهقة هي مش إنها بتزيد، إحنا ككبار ننظر لفترة المراهقة إنها بتزيد، هي فعليا بصير إلها شكل آخر في مجال النمو. مرحلة طبيعية. مرحلة طبيعية وبصير إلها شكل شكل آخر، إنه المراهق بصير لازم يوازن بين إيش هو حاجاته وحاجات من حوله. الطفل الأصغر لازم يكون عنده الانفعالات، هي مش بس حزن وغضب، هي الاستقرار، التردد، الثقة، هذه كلها انفعالات، بس احنا كمجتمع او كثقافة بس عندنا يعني ما تقولي انفعالات يعني يا زعلان يا مبسوط. صح. الشيء الخطأ كمان اللي بيعملوا الأهالي انهم بيحكوا للطفل عيب، انت زلمة عيب تبكي، يعني هي مجرد التعبير عن المشاعر او نشجعه انه يعبر عن المشاعر، هذه كلها خطا يعني بتاثر عليه نفسيا. فهذه من احد الاخطاء زي ما حضرتك حكيتي، انه سلوك الاهل بياثر كثير على الاطفال. فعشان هيك احنا اهم شيء دائما بنصح فيه الاهل انه انتم اقراوا عن الموضوع، ثقفوا حالكم، وما فيها شيء. انا هذا دائما بركز عليها، انه رجاء يا اهالي زي ما الام بتتباهى، والله اليوم جربت وصفه ثانيه للطبخه الفلانيه. صح. والله اليوم جربت محل فلاني، تباهي انك قريت كتاب ثاني او قريت مقال ثاني. حتى لو حبت انها يعني تستعين بخبيره في اخصائيه يعني بما يتعلق بالطفوله وتاخذ رايها، بيكون كثير كمان احسن. ليس تقليل من شأنها، بالعكس طبعاً بدليل انها متطوره وبتبحث عن الافضل. صحيح. لنفسها ولاولادها. طبعا يعني بدنا نشكرك استاذه ريمان محمد عريقات، اخصائيه تربويه في مجال الطفوله، ونتمنى رسالتك تكون وصلت لكل الساده المشاهدين، لكل الاهالي اللي عندهم اطفال، زي ما بيهتموا بنمو الأطفال بشكل طبعا الصحي والغذائي، أيضا هناك يعني أنواع أخرى من النمو زي ما حكينا، يمكن النمو العقلي لمصلحتهم لأنهم رح يرتاحوا. بالضبط. وهلأ النمو الانفعالي والاجتماعي والعاطفي، الإنترنت كمان موجود، بيقدروا أكيد يحصلوا إذا في مصدر موثوق منه على بعض المعلومات، ويهتموا بأطفالهم عشان رح يكونوا هم بنات المستقبل، وبدنا جيل هيك واعي ويقدر يعبر عن نفسه بطريقة صحيحة. إن شاء الله. شكرا لك. شكرا. شكرا. الله يسعد صباحك.